احنا كده بعد ما اتاكدنا ان النموذج الثالث محقق الخصائص والاسامشن الاحصائيه اللي هي الريزيدوال بتاعته نورمال، وان السيريال كوريشن مش موجوده او مفيش مشكله او مفيش ارتباطات ما بين الريزيدوال بشكل سيريال رغم انها تايم سيريز، عشان كده بنعتبر ان الشرطين دول اهم شرطين. طبعا في بعض النماذج الثانيه بيشترطوا اكتر من كده، بس دول الشرطين الاساسيين في الاريما موديل. طيب يبقى احنا كده نسطح ان احنا نستخدم النموذج الثالث في الفوركاستنج. قلنا هنستخدم اللايبراري اللي هي فوركاست اللي فيها فانكشن اسمها فوركاست، وقلنا في الار ينفع في المحاضرات الاولانيه قلنا ان اللايبراري بتاعتهم في اي باكج في الار ممكن تلاقي اسم اللايبراري هو نفس اسم الفانكشن الاساسيه اللي في اللايبراري ده عادي، الار عندها المرونه ان هي اسم الباكج يبقى نفس اسم فانكشن من ضمن الفانكشنز اللي موجوده فيها. قلنا بنحط النموذج، تديله النموذج اللي انت عاوز تعمله فوركاست، وتقول له الفتره او اللينس او الطول اللي انت عاوز تعمله فوركاست 30 نقطه، يعني احنا عندنا 200 مشاهده بعد الديفرنس هيبقوا 200، انت عاوز تعمل ايه؟ 30 مشاهده، يعني لو دي مثلا 200 يوم انت عاوز تقدر السعر بتاع الذهب ده لمده 30 يوم جايين. طيب لما نيجي نرن الكلام ده الاقي الاف دي جواها ايه؟ اف دي هي عباره عن جواها الفوركاستنج اهو لحد سنه كام او لحد الاندكس اللي هو 231. طيب بيديني ايه يعني التنبؤ بيه عامل ازاي؟ بيديني البوينت فوركاست، يعني المشاهده 202 هتبقى القيمه بتاعتها المتنبأ كذا، 203 القيمه المتنبأ بتاعتها كذا. طب حلو، الحد الادنى والحد الاعلى عند فتره الثقه 80% ال او دي اللي هي اللو والهاي 80%، دي فترة الثقة 80%، طب فترة الثقة 95% أهو. يعني أصل مش لوجيك يا جماعة إن أنا أتنبأ بالرقم مثلا سعر السهم أو سعر الحاجة أقول لك 49 و16%، تقول لي طب ما هو جايز يطلع 48، أقول لك ماشي ما هو بنسبة 80% ما بين الرقمين دول. أو بنسبة 95% دي مفهوم فترة الثقة، المفروض طبعا أنتوا خدتوه في المادة بتاعة المينيتاب أو الاستاتستكس. يعني ايه فتره الثقه؟ يعني لا اما تقدير بنقطه، لا اما اقول لك السعر 49 و16%، تقول لي يا راجل هيطلع 16% بالظبط، اقول لك لا 80% يطلع ما بين ده وده، او لو عاوز دقه اعلى بنسبه 95% السعر هيبقى من 47 ل 51. طيب النقطه اللي بعدها هتبقى 49.2، طيب اراوند كام؟ 47 وكذا لحد 51 وكذا، لو انت بتتكلم في دقه 80% او دقه 95%. يعني بيدينيش الرقم كده بس، بيديني الرقم وفترات الثقه بتاعته. لان دايما في الفوركاستنج انا ما ينفعش يعني حد يبني سياسته على ان سعر السهم 49.2، يقول لك طب ما يفرض قل او زاد، نقول له مش عمره ما هيقل عن 46 ومش هيزيد عن مثلا 52 و3.10. ده الكلام ده بثقه كام؟ 95% بناء على الاناليسيز اللي احنا عاملينه. طب لو حد تاني عمل اناليسيس تاني او استخدم سوفت وير تاني هيديله ارقام تانية؟ اه هيديله ارقام تانية بس قريبه من 49 برضه، وبرضك هتلاقي فترات الثقه طبعا ما دام الرقم ده اتغير فترات الثقه دي اكيد هتتغير. وطبعا احنا قلنا ايه 30 نقطه، فهو وصل لحد 31. طب الكلام ده لو احنا عاوزين نعبر عنه بالرسم، ما دي ادي السلسله بتاعتنا، هي دي السلسله الطبيعيه. انت بقى الفوركاستنج هيبدا ايه بعد النقطه 201 دي، فانا ازاي بقى احطها على الرسم؟ مش انا اللي هحط، انا هدي له الرسمه واقول له بس بلوت واي مش اكتر، مش هعمل اي حاجه خالص. ايه بلوت واي دي؟ يعني ارسم لي، قصدي بلوت اف، ارسم لي النتيجه اللي انت طلعت لك في الفوركاستنج، هتلاقي هو لوحده راسم السلسله. بصوا بقى دي ميزه الباكج بتاعتنا اللي هي فوركاستنج، هتلاقي راسم السلسله لحد ما نزلت، وبعدين الخط الازرق ده هو القيم الايه؟ العمود الاولاني، العمود الاولاني ده اللي هو قصدي بوينت فوركاست. طب والجري ده مثلا شويه ده ايه؟ ده الفتره بتاعت ال 80، طيب فتره الثقه 80، والجري اخف شويه اللي هي فتره الايه؟ الثقه 95. فرسم كل المعلومات اللي موجوده عندك في التيبل بتاع اف بالشكل اللي هو ايه معروف ده، وده المتعارف عليه في الفوركاستنج، ان انت دايما بترسم البوينت استيميشن او البوينت فوركاست اللي هو النقطه دي كأن السلسله هتكمل بالشكل ده،
واقصى حاجه توصل لها كذا واقل حاجه توصل لها كذا. يبقى انت تبقى عارف بقى ان ايه يعني ماشي ما بين الليمت ده والليمت ده، لان ما فيش حاجه اسمها هتنبأ بحاجه في المستقبل ان انا هتطلع بالظبط نفس السلسله دي. لا، هي غالبا هتبقى في الفترات دي، لا اما 80% في الاريا دي او 95% في الاريا الايه الاكبر دي. فكل ما بتزود الثقه بنزود الفتره المتوقع فيها الرقم ده. ده كان المثال. وطبعا هنا برضك ميزه اللايبراري دي او الباكج دي انها بتكتب لك كمان القريمه اللي احنا استخدمناها 2 1 0، يعني بتظبط لك الرسمه هي لوحدها. احنا كل اللي احنا عملناه قلنا له ايه بلوت اف بس، هو عمل الرسمه وكتب اسم الموديل والاوردر بتاعه وكتب الكونفيدنس انترفال عند ال 80 وال 95 وظبط كل حاجه. طبعا انا ممكن اعيد الفوركاستنج ده عند 50 عند اي رقم، بس المتعارف عليه ان انت المفروض ما تعملش فوركاستنج اكتر من 25% من البيانات. يعني لو انت عندك 100 مشاهده ما ينفعش تتنبأ اكتر من 25 فتره زمنيه. طبعا احنا عندنا 200، يعني احنا ممكن نوصل ل 50. يعني لو قلنا 50 ايه اللي هيحصل في الرسمه؟ الخط طبعا هيزيد شويه. لو طبعا اكتر من 50 علميا مش كويس، لان انت المفروض مثلا لو انت عندك 100 يوم تقدر تتنبأ ب 25 يوم جايين، مش اكتر من كده. مش معنى كده لو انت تنبأت ال 30 يوم غلط، بس يعني مش الاكيروسي بتاعت النموذج هتبقى قويه، لان غالبا النموذج بيقدر يتنبأ لحد 25% من اللي هو اتعمل له استيميشن. يعني هو يقدر يفهم اللي فات ويعمل فوركاستنج كويس ل 25% زي اللي هو فهمه، زي التريننج والتيستنج مثلا 75 25 كانها كده. طبعا هي مش كده بالظبط بس كانها كده. لو انا عاوز اعمل سمري بقى للاف، طبعا السمري ده عشان بس تشوف الحاجه اللي هي فوركاستنج نفسها بالكونفيدنس انترفال، وتشوف الميجرز بتاعت الايرور والاي اي سي بتاعتها والمين سكوير ايرور والمين ابسوليوت ايرور، كل دي ميجرز للايرور. طب الايرور ميجرز دي هتستخدمها امتى؟ لما يكون عندك طريقه فوركاستنج ثانيه عاوز تقارن ما بينهم اللي يديك فوركاست. يعني مثلا هنا الروت مين سكوير ايرور اللي هو الجذر بتاع المين سكوير ايرور، لو كان هنا 98 من 100 وفي طريقه تديني فوركاستنج ثانيه بموديل ثاني بس وفق الجوريزم ثاني في الماشين ليرنينج مثلا واداني هنا 6 من 100، يبقى اكيد طبعا هو تقديره او تنبؤه افضل اعتمد على النموذج الثاني. فهو مديك الميجرز دي عشان ايه؟ تقدر ان انت تقارنها ما بين اكتر من نموذج لو انت استخدمت، او اكتر من باكج بعد كده. طبعا احنا يعني مش هنخش في موضوع بقى الفوركاستنج بانواعه المختلفه والباكجز المختلفه، لان طبعا يعني ده عالم كبير. يعني حتى فوركاست دي نفسها ممكن تتطور بعد كده، الالجوريزم اللي هم استخدموه في الفانكشن دي ممكن بعد كده لما تعمل ابديت ليه يتحدث اكتر او يستخدموه تكنيك اكتر او كده. يبقى احنا كده خدنا مثال كامل لاربع خطوات لحد الفوركاستنج، بالرسمه بتاعت الفوركاستنج بالقيم بتاعت الفوركاستنج على النموذج بتاع الايه الاريما موديل. حد عنده اي سؤال بقى؟ اتفضل. طيب بصوا يا جماعه، يبقى ان ده برضه كل ده مثال واحد. يعني ايه مثال؟ يعني مثلا هل ده افضل حاجه في الفوركاستنج؟ مش شرط طبعا، المفروض ما اقولش كده عشان ما تتلخبطوش، بس يعني احنا ماجستير وداتا ساينس، يعني المفروض ان احنا نبقى فاهمين كده. مفيش حاجه اسمها افضل على الاطلاق. هو الاريما ده مقدس اكيد طبعا، مش هو اللي هيقدر يفسر الداتا دي، ومفيش نموذج في الدنيا تاني او ابروش تاني او الجوريزم تاني هيعمل فوركاست. لا، ما في اصلا. احنا ممكن نستخدم اللي هو شاطر بقى في الماشين ليرنينج، ممكن يستخدم الجوريزم تاني زي مثلا او تول تانية زي الراندوم فورست مثلا، ويقارن النتائج بتاعت الفوركاستنج بتاعت النموذج ده بنموذج تاني. ده المفروض، بس انا مش عاوزك اصلا، بس المفروض ان انت تبقوا حريصين ان انت تحاول تدخل حاجات في بعضها. ما انتش قادر، ذاكر المحاضره على قد ما انت فاهم، وهي كده كده التدخلات دي هتيجي لوحدها. يعني غالبا لو انت شغال في الرساله مع مشرف قوي هيطلب منك ان انت تعمل فوركاستنج لحاجه باكتر من طريقه، ما تاخدش ابروش واحد زي اللي احنا خدناه دلوقتي قريمه بس. لو حد عنده اي سؤال اتفضل. اتفضل.
اتفضل. ها شباب، حد عنده سؤال؟ كان في حد عاوز يتكلم، اتفضل. المايك مقفول من عندك يا دكتور. يا دكتور ازاي وانا سامعك اهو، يلا. الشباب بيشتكوا. لا قول انت، عندك سؤال ولا حاجة؟ ايوه في الشباب عايزين يسألوا بس المايك طب مقفول يلا، ما انا عشان فتحت المايك اهو. معلش بعد تمام. اذنك يا دكتور، طبعا حضرتك قلت انه دوت في ثال واحد. طب لو احنا جبنا داتا ومشينا على نفس الخطوات ديت وفي حاجة اختلفت عن المثال دوت، نتعامل ايه معاها بقى؟ ازاي؟ ايه اللي هيختلف؟ يعني برافو، ايه اللي مثلا هيختلف؟ الريزيجوال مثلا ها، لو الريزيدوال ما اتحققتش الشروط هتعمل ايه؟ هنعمل لاج مرة تانية؟ ايوه، هتاخد ديفرنس تاني او تختار بي وكيو تانيين لحد ما توصل لنموذج، يعني تعلي الدرجه بتاعت البي والكيو. طب هنا حضرتك اللي هو شابيرو تيست حضرتك اختبرته ولا هنا في الريزيجوال ولا بس عديناه شويه، عديناه بسرعه. شابيرو تيست اهو بيقول ان الريزيدوال نورمال. اصلا الرسمه، واضحه قوي. الرسمه الهيستوجرام، بص الرسمه واضحه بص الرسمه الرسمه عامله ازاي. واضحه الرسمه ايوه يعني واضحه نورماليتي اوفر، يعني طبعا كل ما بتكتر سامبل، يعني النورماليتي دي يا جماعه زي ما احنا قلنا في الريجريشن، اي حاجه عاوز تخليها نورمال حاول تتجه انك تكبر السامبل سايز. يعني لما تديني بيانات كتير كل حاجه بعد كده هتظبط، اما كل ما انت شغال في السمول سايز غالبا ما بيظبطش حاجه. يعني ممكن ما يظبطش نموذج بسهوله، ممكن تقعد تظبط يجي حوالي 40 نموذج لحد ما توصل لنموذج الافضل. اما عشان السلسله دي كبيره، ما عشان كده في الاساينمنت احنا هنجيب سلسله ما تقلش عن 100 مشاهده يوميا اسبوعيا اي حاجه. اشتغلوا على البيانات بتاعت الكورونا مثلا، عدد الوفيات، عدد الاصابات في مصر او اي دوله، اي بيانات كورونا موجوده على كاجل، على اي موقع لاي دوله. يا بس اكتب لي في الاول في الاساينمنت ان انت شغال على داتا جايبها منين، وده يمثل مثلا عدد الوفيات، يمثل اي حاجه. طب يا دكتور بالنسبة بقى للتايم أو بالنسبة للديت يعني هو ده بيخش ككولوم يعني الأفضل يبقى موجود ولا الأفضل إن أنا أديله من غير الكولوم بتاع هو في التايم؟ انا حبيت في النموذج ده ان ابسط الدنيا قوي، وان احنا ما نكتبش الديت. بس انت لو حطيت الديت اول عمود في الداتا مفيش مشكله. ساعتها أنا بقى بسلكت برضو الإكس بس هو بيتعامل مع هو هيفهم، لان هو بمجرد ما يلاقي ان انت شغال على الكلاس بتاع التايم سيريز وكاتب له اول واحد ديت وبعد كده التاني اكس، هو هيشتغل على طول، فاهم ان هو اول واحد الديت والتاني اكس. يعني كتير جدا في التايم سيريز مش محتاجين قوي نحط الديت، لو احنا عاوزين نحطه عشان يبان في الرسومات الديت تحت. يعني ايه؟ يعني زي هنا كده زيرو لحد 250، دي مش حلو. لما يتحط مثلا سنه على التاريخ يبقى احسن شويه. تمام. طيب بيبقى في برضه افيلابل لو انا عندي تو فيتشر يعني انا عندي مثلا لا ولا انا بحط بس الاثنين فيتشر مع واحده او بعض. لا كولوم واحده؟ بص يا جماعه، في فرق ما بين الداتا بتاعتك فيها اكسس كتير او متغيرات كتير، بس الاريما موديل بيعمل فوركاستنج سلسله سلسله. بص عشان يعمل فوركاستنج اهو سلسله واحده، بعد كده تعمل نفس الخطوات تاني للسلسله التانيه. طيب تمام. وده لوجيك على طيب فكره، تخيل ازاي تدخل الاثنين مع بعض في نموذج واحد، مش سهل. ما هتتنبأ هو بقى ازاي بكمتين اتنين مع بعض في نموذج واحد؟ ما فيش أي حاجة في التايم سيريز بتعمل كده؟ بص اول ما تقول مفيش حاجه اقول لك لازم فين، مفيش حاجه اسمها كده. الاحصاء فيها كل حاجه، ما دي المشكله. ايوه اكتر حاجه وحشه في الاحصاء هي الحته دي. لو انا مش عارف النماذج هقول لك مفيش، بس مفيش حاجه اسمها كده. هو في كل حاجه حتى لو ما خطرتش على بالك غالبا موجوده في الاحصاء، بس كل ما الحاجه بتبقى صعبه
احنا ما ينفعش نشرحها في المحاضرات اللي في الاول دي، يعني ما ينفعش مثلا في التايم سيريز اول ما نبدا مالتي فيريت تايم سيريز. اللي انت قصدك عليه ده بقى اسمه مالتي فيريت تايم سيريز، اللي هو يعني تايم سيريز بس بمتغيرات متعدده. هل هو الافضل على الاطلاق؟ لا، هو الاصعب بس مش الافضل على الاطلاق طبعا. الاريما واليونيفيريت يعتبر من الاقوى الايه النماذج للفوركاست، خاصه لو الدعم في مراحل الاستيميشن والفوركاستنج باساليب تانية زي الماشين ليرنينج او اي اساليب او ار او اي اساليب حديثه يعني. يعني ما زال حتى الان الاريما واخد وضعه، يعني ممكن تلاقي ابحاث، ممكن مثلا 1000 بحث يكون منشور سنه 23 و22 عن الاريما. على فكره عملت سيرش هتلاقي واخد وضعه برضك، يعني مش ان مش تقول ده نموذج من سنه هو 70، لا مشهور، لا مشهور مشهور فعلا. مشهور. واي كتاب جديد لازم يبدا بالاريما، مش عشان هو حاجه عاديه، لا عشان يناسب حوالي 80% من البيانات على الاقل. طب معلش يا تدريب دكتور، قوي. حضرتك قلت يدعم بالماشين ليرنينج، القصد بكلمة تدعيم إن أنا أقارن القريمة بأي تكنيك في الماشين ليرنينج، ولا أستخدم الاتنين مع بعض في نفس الوقت؟ بص، الاستخدام الاتنين مع بعض ده لازم حد يكون بروفيشنال. وده اللي بيتقدم في الابحاث الجديده، وده ممكن موضوعات تسجلوا فيها في الماجستير. اما حاليا قارن على الاقل، يعني على الاقل اعمل بالماشين ليرنينج لحد الفوركاستنج، واعمل بالاريما زي ما احنا ماشيين بالمثال ده لحد الفوركاستنج، وقارن النتائج ببعض. اما طبعا اللي عاوز يسجل في رسائل بقى قويه يسجل في ان هو ازاي يدخل الماشين ليرنينج في الاساليب الاحصائيه او العكس. طبعا الحركه دي بقى عاوزه مشرف وعاوزه متابعه وعاوزه تقرا ابحاث. يعني لا، احنا يعني بنفتح للموضوعات، مش اكيد طبعا مش بالبساطه ان انت هتعملها انت لوحدك كده من اول مره. يعني كويس ان احنا بس المحاضرات بنربطها بالرساله، بالبحث العلمي، بالريسيرش، ده الهدف من يعني بنحاول نخلي المحاضره واقعيه وكمان مفيده ليك، وانت ازاي هتعمل رساله ليك او بيبر او ريسيرش او كده. بس مش معنى كده يعني ان الموضوع سهل. طبعا لا، طبعا ما فيش حاجه سهله كده. طب معلش يا دكتور، افرض حضرتك احنا عندنا سلسلة زمنية عادية جدا وبتزيد مع الوقت، بس هو في الطبيعي ان السلسلة دي بتتأثر بعوامل تانية، هل ساعتها استخدام النموذج الأريمة او اللي هو الثلاث نماذج دوت بيبقى دقيق في التنبؤ؟ لا، انت ممكن تستخدم الريجريشن ما دام التايم مش هو الاهم، يبقى الريجريشن هو الاهم. اه يعني الأولوية لما تبقى للتايم يبقى ساعتها ادخل على النماذج القريمة ايوه، والحاجات دي. يعني لما تكون حاجه مرتبطه مثلا بالمناخ هتلاقي الوقت هو الاهم. لما تكون حاجه مرتبطه مثلا بان الفاكتورز هي اللي بتاثر الاكسس، لا يبقى اكيد دي ريجريشن حتى لو التايم معانا. يعني التايم بيدي تأثير 10% بس الفاكتورز التانية بتلعب دور كبير. حددها ازاي يا دكتور؟ بالكورليشن؟ بتجرب ده وده. لا لا، بتجرب ده وده، بتشوف لما انا قدرت بالقريمة الايرور كان كام في الفوركاست، ولما قدرت بالريجريشن الايرور كان كام في الفوركاست، يبقى امشي على الاسلوب الافضل. بس وانا بعمل ده اعمله بكل خطواته صح ريجريشن، واعمل القريمة بكل خطواته صح قريمة. تمام يا دكتور. طب اخر حاجه وازعجنا حضرتك، لا اتفضل. هنا اللي هو الماكسيمم لايكلي موجود في اي مرحله هنا؟ مرحلة الاستيميشن اللي هو استخدام الفانكشن اللي هو في الموديل استيميشن أريمة، الفانكشن دي لو دخلت على الهلب بتاعها هيقول لك انا بستخدم ماكسيمم لايك لود في تقدير البارامتر. اه اللي هو الناتج من 1 1 0 او 1 1 1 او 2 1 1. مش الناتج، انا اللي بديله الاوردر، بقول له قدر لي نموذج 1 1 0 باستخدام بقى لايكلي هود فانكشن اللي انت عندك والحاجه اللي عندك باستخدام الايه فانكشن دي. طب ممكن يا دكتور ازود شوية في معلش كمل السؤال. تمام، انا اسف. شكرا يا دكتور، بصراحة والله يعني لا الوقت مع حضرتك ممتع جدا، ولو فضلنا نسأل يمكن لا، ما هو مش عشان هنلم. موضوع كبير، موضوع كبير
بس وكمان عشان انا بفتح، يعني انا اللي بجيب لنفسي الاسئله، انا اللي بفتح المواضيع دي. جزاك الله خير يا دكتور، والله بصراحة يعني مادة شيقة جدا، ربنا وأعتقد إن يكرمك، مفيدة جدا يعني. جزاك الله خير يا دكتور. ربنا يكرمك ويجزيك معلش يا خير. دكتور، اتفضل. هو بالنسبة لل برضو وأنا بعمل الأريما موديلز، يعني ممكن أعمل جريد سيرش كده تجيب لي مثلا يعني أجرب 50 حاجة بدل 3، يعني ممكن مثلا المحاضرة في الجاية بقى، ده المحاضرة الجاية فعلا. المحاضرة الجاية تمام هنعرف بقى ازاي نجرب النماذج دي كلها ببساطة، وما بقاش احنا اللي ماشيين كده بالخطوات كده والدنيا معقدة قوي كده. يعني في ابسط من كده؟ في ابسط من كده. تمام وبرضو بالنسبة برضو لان انا احدد انا هشتغل، يعني هل مثلا لو انا اشتغلت أريمة وريح دماغي وخلاص، ولا في حاجات بضطر فيها ان انا استخدم الافريج او الاي ار او كده، يعني الابليكيشن اللي انا شغال عليه، هل الأريمة دي هي كده كده اصلا بتمرج ما بين الاثنين او بتاخد مميزاتهم؟ ايه الابلج اللي هو ايه؟ نعم قصدك ايه قصده الابلج؟ الموفينج افريج، قصده الموفينج موفينج؟ افريج لا، ما هي الام اصلا اي او الاي الارينا ار. فيها الموفينج افريج اصلا. انا يعني انا خليني في اللاست ابديتد وخلاص، مش لازم انا يعني مش هيبقى حاجه في الاول انا بدور عليها او ان انا عايز ابدا بايه، صح؟ هو ابدا ميزه بقريمه القديمه وخلاص. ان هو يعتبر فيه 3 نماذج مع بعض، تمام الاي ار والاي اي والارما. فانت يعني كده انت يقدر، اصلا كده خدت 3 نماذج مع بعض كده. يعني تمام. ينفع يا دكتور ندخل على القريمة على طول؟ ايوه، زي ما احنا عملنا، مش احنا عملنا ابروش اهو، بنحدد الدي الاول وبعدين البي والكيو وخلاص، ونبدا نشتغل بالاريما فانكشن. يعني مش طبيعة الداتا هي اللي بتحكم استخدم ما ده هي ولا ده طبيعه ولا ده؟ الداتا برضك. وانا ازاي وصلت ان انا، مش انا دلوقتي اخترت كيو بزيرو؟ تمام اخترت كيو زيرو يعني ايه؟ يعني مفيش موفينج افريج. تاني واحدة بقى اللي فيها موفينج افريج. يا جماعه، ما احنا لو انت بس قريت سمعت تاني المحاضره الفيديو وحاجات هتركز، هتلاقي ان احنا بنحط الـ3 نماذج بس بنختار منهم، مش الموضوع يعني ان هو الزام ان احنا دكتور هنختار الـ3. يعني مش لازم دايما يكون واحد واحد واحد، مش لازم يكون 2 1 1 يعني. لا، ممكن في واحده فيهم ما يكونش فيها ولا اوتو ريجريسيف ولا موفينج اب. ممكن يعني، ممكن مره تبقى الزيرو هنا او مره الزيرو هنا. معنى كده ايه؟ ان في حاجه من النماذج بتقل. تمام طب بالنسبة يا دكتور بقى لو أنا عايز أتست مثلا، لو 2 بيعملوا موديل في نفس اليوز كيس بيستخدموا نفس الديتا وكل حاجة، وده اشتغل بطريقة وده اشتغل بطريقة معينة، فأنا عاوز في الآخر خالص بعد ما احنا عملنا هات خلصنا يعني الفوركاستنج الموديل، في الاخر، هات الفوركاستنج، هات الفوركاستنج في المتريك بقى الاخر. اللي بيحكم ما بيني وما بينه. احنا قلنا على فكره، قلنا في المحاضره، بص كده، مش احنا انا قلنا عارف الدياجنوسز اللي احنا تقريبا اهي كنا الايرور شفنا. ميجرز ديت، كل ما كانت عندك هنا اقل يبقى الاسلوب ده الافضل. يعني ده يعمل فوركاست، ده يعمل فوركاست. المهم بقى الايرور اللي هنا ايه؟ يعني ايه اقوى الاي حاجة ام هنا اي بقى، اللي عنده الاس كام وعندي انا كام؟ الام اي اي اللي عندي انا كام واللي عنده هو كام؟ النموذج اللي يدي فوركاستنج افضل، او الاي اي سي دي مين افضل؟ الاي تمام. اي انا سي قصدي كل ما تكون احسن، ليه؟ كل الاي اي سي كل ما تقل كل ما تكون احسن، كل الميجرز دي ايرور، كل ما تقل احسن. والاي انه اي سي يعني ايرور برضه. الموديل اللي فيه اكتر ميجرز اقل هو اللي نختار. ايوه صح. شكرا يا بس دكتور. ما فيش حاجه يعني، يعني هل اي اي سي ده افضل واحد فيهم فعلا؟ يعني حضرتك كنت قلت ان هو سنسيتيف شويه، فلو قليل او كبير والله هو الاي اي سي حاليا الباكج اللي موجوده معانا، طب في حاجه اسمها اي اي سي كوركتد اي اي سي، في حاجه اسمها موديفايد اي اي سي، لا في حاجات كتير جدا. تمام. مفيش اصلا، مفيش حاجه اسمها ميجر اب. بص، كل ما تيجي تخش على ان افضل حاجه غلط على طول كده، مفيش حاجه اسمها كده. يعني هل القريمه افضل نموذج؟ مفيش حاجه اسمها كده. هل الاي اي سي هي افضل ميجر؟ مفيش حاجه اسمها كده. تمام. ماشي يا شباب، يلا اعملوا الاساينمنت، لان الاساينمنت ده مهم جدا، لان الماده اصلا تايم سيريز، احنا يعتبر ده اساينمنت مهم في الماده. يعني ممكن اسالك في سؤال بسرعه صغيرين يا دكتور، يعني بعد اذنك
بس مستني الاخ. اتفضل. مبدئيا في التايم سيريز عامه انا دلوقتي باخد نقط على التايم، مثلا زي ما حضرتك بتقول مثلا وفاه الكورونا، فمثلا الداتا اللي عندي مثلا كل لمده شهرين مثلا كل يوم وفاه الكورونا. طب افرض مثلا انا في ايام في النص ما خدتهاش، مثلا خدت مره وجيت بعديها بثلاث ايام بعديها بيوم، هل التايم سيريز بيقدر يتعامل مع حاجه زي كده ولا لازم تبقى الداتا على انترفال واحد كلها ما فيش ميسنج عامه؟ دي اسمها مشكلة الميسنج داتا صح؟ ما هل بقى ما بالنسبه للتايم سيريز ده ممكن ما تبقاش، يعني مش ممكن ما تبقاش ميسنج اللي انا قدامي، انا مثلا واحد واخد شويه نقط فخد مثلا وفاه الكورونا النهارده 100 200، بس ال 200 دي مش تاني يوم، مثلا 200 دي فوت يومين وال 300 دي راح مفوت 5 ايام، فكده ما بقتش الانترفال ثابت. فهل بقى في الحكايه دي ده يبوظ الموديل، لازم يبقى الانترفال ثابت ويبقى لو حاجه ميسنج تبقى ميسنج وهتعامل معاها كميسنج، ولا بيبقى الوضع ايه؟ الموضوع ده راجع انت عاوز تعمل ايه؟ يعني هل انت عاوز تقدر عدد الحالات الكورونا عامة ولا عاوز تدرس السيكونس بتاعتها؟ لا دي غير دي. بتكلم في الكاستنج. ماشي دي غير دي. يعني انت لو مشيت وحطيت الايام اللي هي كانت الارقام زيرو ده منطقي، ولو شلتها منطقي، بس تبقى انت عارف ان انت بتعمل فوركاستنج للارقام بس مش واخد السيكونس في الاعتبار. فاهم. اه لان ساعتها السيكونس باظ طبعا في حاجه زي كده. ايوه يعني انت لو اشتغلت ريجريشن بقى يبقى افضل، لو انت لغيت الايام دي واشتغلت ريجريشن وشفت الفاكتورز اللي بتاثر على اعداد الكورونا دي الاصابات ده افضل بقى، ما دام انت مسحت الايه السيكونس دي. بدل في بيسك في النص انترفال مش ثابت. يعني افهم من كلام حضرتك التايم سيريز الانترفال فيه والحاجات دي مؤثر جدا، يعني ممكن يبقى مؤثر سنسيتيف جدا. ان هو يبوظ لو مؤثر جدا، بس لو هو بياخد ارقام يعني اصفار وعاوز تمسحها ممكن، بس تبقى انت واخد بالك ان انت بدأت كده ايه تكنسل السيكونس اصلا. فهمت. فالافضل طبعا ما حدش بيمسح الافضل. ولو في ميسنج فاليو يا دكتور نقدر نعوض بالمين ما بين الفترة اللي قبليها واللي بعديها. دي من ضمن دي بقى موضوع تاني بقى، ده موضوع لما يكون في ميسنج في السلسلة ازاي نعمله، ده موضوع كبير تاني. بس الحل الشائع اللي هو تاخد اللي هو الافريج وخلاص. ممكن تاخد الافريج النقطة اللي قبلها والنقطة اللي بعدها. اوكي، يعني ده شائع ممكن نعمله عادي. وشائع وعلى فكرة جيد جدا برضه، السؤال بيدي الاخير بقى نتائج كنت كويسة برضه طبعا. كانت حاجه ديسكاس برضو من شويه زميلي كان بيسال على حته ان انت تقول لو ايه لو مالتي اللي هو مثلا كذا دايمنشن، اللي هو مثلا بتقول سهم بورصه، لا انا عايز اتوقع كذا سهم بورصه مع بعض. ففي طريقه سمعت عنها قلت برضو اخد تعقيب حضرتك، ان هو بيقوم شغال ماشين ليرنينج عادي بس بيقوم جنريت فيتشر تايم سيريز وبناء عليها يشتغل بقى موديل ماشين ليرنينج عادي، عشان يقدر مثلا ان هو في حاجه زي كده عندي مليون سهم بورصه، فبدل ما اقعد اعمل فوركاست نموذج لكل سهم، لا انا اشتغل موديل واحد للمليون سهم كلهم. دي طريقة سمعت يعني بس سمعت عنها بريكلي، يعني ما اعرفش بصراحة انتو ديب يعني. ماشي، ما ممكن يكون هو جوه عامل كل واحد لوحده ويظهر لك النتائج مجمعة. فهمت الفكرة. يعني يعني فكرة ان هو يعرضهم مرة واحدة، طب ما انا ممكن اعرضهم لك مرة واحدة وهم كلهم قريمة اللي هو يونيفيلا مش قريمه، لا انا بتكلم ان هو بيجنريت مثلا. منها فيتشر كي بي اي ريليتد للتايم سيريز ويشتغل عليها بقى حاجه زي الريجريشن العادي او الاكس جي بوست او الحاجات بتاعه الماشين ليرنينج العاديه جدا يعني. ينفع يعمل اي حاجه، بس تكون انت فاهم يعني اقرا الهلب وافهم التفاصيل. انت شكرا يا دكتور. العفو العفو يا شباب، يلا نشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا انت دكتور. طيب، شكرا جزيلا للمعلومات القيمه دي يا دكتور. العفو، ربنا يكرمك، توفيق دايما، توفيق، السلام عليكم.